فضيلة الشيخ عطية صقر، لقد تقدمت العلوم بسرعة مذهلة، فهل يصح شرعا من خلال العلم التحكم في جنس المولود، وهل يمكن معرفته قبل ولادته؟ قضية الذكورة والأنوثة في المولود شغلت العالم من قديم الزمان، وحكيت فيها أمور هي أقرب إلى الخيال، ولكن شغل بها العلماء حديثا. وبناء على ذلك قام العلماء بتطبيقات للفصل بين خلايا الذكورة والأنوثة، ولهم في ذلك عدة طرق. وعلمنا من هذه المحاولات للتحكم في نوع الجنين أن نسبة النجاح فيها كانت حوالي 80%، وأن للعوامل النفسية والعقلية دخلا كبيرا في صلتها بالأجهزة التي تفرز مادة الجنس، وللظروف المحلية في الزوجين وغيرهما كذلك دخل كبير في تكوين الجنين وتحديد نوعه، بل في أصل الحمل. وهذا يدل على أن جهود العلماء في هذا المجال ليست صحيحة 100%، مما يؤكد أن قدرة الله هي المؤثر الأول والمتحكم بثقة في نوعية الجنين، لأنه هو المالك لكل هذه العوامل والأسباب، مصداقا لقوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وأما معرفة نوع الجنين قبل ولادته فقد بذلت لها محاولات كثيرة قديمة وحديثة، ولكن كل المحاولات ظنية وليست يقينية، ولئن عرف نوع الجنين فلا يعرف كل ما كتب له من عمر ورزق وشقاء أو سعادة كما صح في حديث البخاري ومسلم. والمعرفة الظنية أو الناقصة غير الشاملة لا تتعارض مع علم الله اليقيني والشامل لكل أحوال الجنين، كما يدل عليه قوله تعالى: والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وقوله: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. والله أعلم.